أكثر من رافد دعم من دعم التطور وعلى الطاقة الشابة وعلى المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعية منها أن تولي اهتماما مركزا متزايدا لفتح الأبواب ولدعم تلك الطاقة الشابة حتى تقوم بمهامها وتؤدي رسالتها في هذا المجال اللي هو مجال الإعلام وخاصة الإعلام الرقمي في ظروف مريحة وفي نفس الوقت بنجاح. كل المعلومة من هنا وخي ديالنا ما عندوش الحق يدخل او حال نقول مثلا كاتيرو ساعي البارد كيشبه الرسالة كيديها الموالية كيدي بتحاجة قراها وكيسمي فيها وكل الأساليب ديالها. هذا هو الدور الصحابي هو وسيط يقوم بنقل المعلومة الدائمة الى الجهة المقابلة. اذا طبعا كتبقى الصحافة او الاعلام كمجال يعني حيوي يرتبط طبعا بالقوانين التي يعني تؤطر هذا المجال سواء النصوص الدستورية أو التشريع العادي، كما أن هناك نصوص دستورية وأيضا هناك آداب وأخلاقيات المهنة. الجديد الذي يبحث عنه الصحفي أو يبحث عنه المواطن أو يريد الجميع أن يرى في مهنة الصحافة والإعلام هو أن تكون مهنة الصحافة مهنة شريفة، مهنة خاضعة لقيم، خاضعة لضوابط، لا خوف على الصحفي ولا خوف على غير الصحفي. أن تكون يعني الصحافة هي وسيلة يعني من وسائل يعني التفاعل داخل المجتمع وبناء الرأي العام وتكوين المواطن وتقديم الخبر وتقديم المعلومة بشكل صادق وبشكل يثبت أن هناك حقيقة معينة وأن لا يكون هناك غلو في التعامل مع الوقائع وأن لا يكون هناك يعني أو لا تكون هناك يعني أقلام صفراء، بل ينبغي أن تكون هناك نزاهة وهناك شفافية وأن تمارس مهنة الصحافة والإعلام في إطار من الوطنية في إطار من الثوابت التي حددها الدستور. التعليم العالي ومراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي وتكون أكثر بشكل عام. دورة التكوينية هذه تنجز بما يعني انفتاح الجامعة عبر مؤسساتها على هذا القطاع من خلال تكوينه وتأهيله علميا وتقنيا وقانونيا وأخلاقيا لتكوين مجموعة من المشتغلين في ما يسمى بالصحافة الإلكترونية وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال إن على المستوى الوطني أو الدولي.